حزب تقدم الاشتراكية ينظم اليوم هذه الندوة التعبينية وفاء للروح الطاهرة لرفيقنا العزيز زيد عبد العزيز. عبد العزيز بن زكور كان قامة وكان نبراسا وكان مدرسة لوحده، ومنذ التحاقه بصفوف حزبنا الحزب الشيوعي المغربي في 1961 وهو يحتل مكانة خاصة سياسيا حيث كون الأجيال، وبكل تواضع أنا من الأجيال التي حظيت باهتمام بارير من قبله، ولكن كذلك على مستوى مهنة المحاماة حيث كان نقيبا متألقا ومتميزا وترك بصمات على مستوى ممارسة مهنة المحاماة بأخلاق رفيعة وبقيم سامية. وكان أيضا سي عبد العزيز بن زكور مناضلا في واجهة حقوق الإنسان، ومن خلال ذلك ساهم في تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ثم كانت له مواقع هامة على مستوى طي مسلسل طي صفحة الماضي، وتحمل مسؤولية داخل مجلس استشاري لحقوق الإنسان، هيئة الإنصاف والمصالحة، لجنة أو هيئة التحكيم، بعد ذلك الوسيط، مؤسسة الوسيط، ثم لجنة حماية المعطيات الشخصية. في كل ذلك كان له دور أساسي، وأريد أن أذكر بالخصوص الحكمة التي ميزته في إيجاد الصياغة التوافقية الضرورية لطي صفحة الماضي ولفتح الباب على المستقبل. في ذلك كان الرجل إلى جانب جيل من الرواد ومن المناضلين الذين شرفونا بالحضور اليوم، منهم سي مبارك عباس بودرقة، منهم الأستاذة أمينة بوعياش التي تمثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم، منهم سي محمد الصديقي الذي كان له دور أساسي إلى جانبه في كل هذا المسلسل، منهم سي بناني الذي سيشرفنا كذلك بالحضور، منهم سي الوزير العدل سي وهبي الذي ستكون له بعض الكلمات على هذا المستوى، وكثر هم الذين لم يتمكنوا من الحضور، لكن كل ذلك دال على مكانة ودور سي عبد العزيز بن زكور الذي ترك بصمات لن تنمح. ماذا تعساني أن أقول عن المرحوم؟ المرحوم أولا كان صديقا عزيزا، جمعتنا ظروف العمل ونضالات منذ أكثر من 60 طيلة أكثر من 60 سنة، يعني كثير ما يقال عن الفقيد سيد عبد العزيز بن زكور، ولكن سأحاول أن أوضح قليلا من ذلك في مداخلتي. رحمه الله برحمته الواسعة. أنا بودرقة عضو هيئة الإنصاف والمصالحة، يعني أنا عاشرت المرحوم عبد العزيز بن زكور في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لما نصبنا صاحب الجلالة في ديسمبر 2002، ثم عاشرت ايضا في هيئه الانصاف والمصالحه، وتما اكتشفت يعني ما يتمتع به من حكمه ومن غيره ومن سعه صدر ومن عنايه بالملفات ديال الضحايا. كان هو اللي مسؤول على يعني العمل ديال اللجنه اللي مهتمه بجبر الاضرار، وكان كيجمع كل يوم الاربعاء وكيتغداو تماك من 9 الصباح حتى 6 العشيه، وكان حريص على ضبط الاشياء، تحديد بالضبط شنو هي الانتهاكات وتحديد المعايير اللي كيحددها لكل واحد، بحيث ممكن انه وضع مثلا واش كاين تمييز في التعويض، انه كاين تمييز مثلا تعتقلوا جوج الاشخاص في نفس اليوم وتلقوا في نفس اليوم، ولكن واحد كان معتقل في السجن الرسمي ديال الدوله وواحد معتقل في السجن السري، هذاك اللي في السجن السري كتعطى واحد المبلغ اكثر من هذاك
سي او الى تعتقل مرأة وراجل في التجنب في نص النهار يعني وتلقوا في نص النهار المرأة كتعطى 21% اكثر من الراجل باعتبار الظروف ديالها البيولوجيه ديال المرأة وهذه المسائل. وكان حريص ايضا في اللي عند الحين اللي كيحرر القانون الداخلي ديال المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ولا القانون ديال التكوين ديال الهيئة على ادخال بعض المفردات الدقيقة اللي كانت تفيدنا في عدة المجال. وكان من المحامين الكبار أيضا اللي كانوا كيدافعوا حتى قبل موجود الجمعيات ديال حقوق الإنسان، ويقال لنا ديك الساعة ملي تيمشيو كيغادروا كيكون المحاكمة خارج الدار البيضاء كيمشيو ثلاثة ولا أربعة كيحجزوا الوطيل كل واحد فيهم ديك الـ ديك الـ في ديك المدينة، ولكن كينعسوه بيت واحد باش يحميو الملفات ديالهم ويحميو الوضع ديالهم بعدها. فرحم الله السيد زكور رحمه الله.